أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في مادة التربية الوطنية للأسبوع الأول. أهداف هذا الأسبوع أعزائي الطلاب يستوعب الطالب حقوق الإنسان ويميز بين الحق والواجب. عزيزي الطالب، إن علاقة الإنسان بمن حوله علاقة تفاعل بين طرفين نظراً إلى كونه عضواً في المجتمع، وذلك يعني وجود التزام متبادل له عليه، وهذا يقتضي أن يتمتع بالحقوق التي له ويؤدي الواجبات التي عليه. الحقوق والواجبات متلازمتان في كل نشاط اجتماعي وسياسي للإنسان، فبينما ترفع الحقوق من قدر الفرد وحريته، فإن الواجبات تعبر عن احترام الفرد لحريته وحرية الآخرين، وبقدر ما يكون التزام بالواجبات تكون صيانة الحقوق وما ضاعت الحقوق إلا بسبب التهاون في أداء الواجبات. الحقوق عزيزي الطالب تعد أبسط الأشياء التي يبحث عنها الإنسان أينما وجد، كحقه في العيش بأمان في بلده، كما تمثل الحريات التي يكفلها المجتمع والقانون ويلتزم بها المواطنون، ومن أمثلتها التعليم الجيد، الرعاية الصحية، والعيش في بيئة سليمة، والمشاركة في الحياة السياسية، وحق الترشح والانتخاب. هنا عزيزي الطالب يتبين لنا أن الحقوق نوعان، الحقوق الطبيعية والحقوق المدنية. الطبيعية هي الحقوق التي تنبع من الطبيعة الإنسانية، مثل الحق في الحياة والحرية والحق في الرعاية. الحقوق المدنية وهي الحقوق التي كفلها القانون للفرد، وتتوقف على عضويته في المجتمع، مثل حق الترشح والانتخاب. أما الواجبات فهي الأفعال المطلوبة من الفرد اتجاه المجتمع والوطن التي تفرضه قواعد مقبولة، وهي أيضا كل ما يجب على المواطن عمله لصالح الفرد والمجتمع، وكل ما من شأنه أن يحقق كرامة الإنسان ومصالحه وأمنه في إطار مصالح المجتمع وأمنه. ويشكل الواجب أمرا أخلاقيا ملزما لكل إنسان وجب عليهم القيام به. أما أنواع الواجبات عزيزي الطالب، واجبات قانونية والدفاع عن الوطن، واجبات سياسية، واجبات اجتماعية، واجبات خلقية، وأيضا واجبات عائلية. أما الواجبات القانونية هي الواجبات الموثقة بالقوانين والتشريعات، والواجبات السياسية ممارسة حق الانتخاب. أما الواجبات الاجتماعية هي الواجبات التي يفرضها المجتمع على الفرد الذي يعيش معهم. واجبات خلقية القيم والسلوك القويم الواجب على الإنسان اتباعه. واجبات عائلية هي الواجبات الملقاة على أفراد العائلة. إذن عزيزي الطالب، الحقوق والواجبات كما قلنا متلازمتان في كل نشاط اجتماعي وسياسي للإنسان، فبينما ترفع الحقوق من قدر الفرد وحريته، فإن الواجبات تعبر عن احترام الفرد لحريته وحرية الآخرين، وبقدر ما يكون التزام بالواجبات تكون صيانة الحقوق، وما ضاعت الحقوق إلا بسبب التهاون في أداء الواجبات. كما قلنا أيضا أن الحقوق هي أبسط الأشياء التي يبحث عنها الإنسان أينما وجد، كحقه في العيش بأمان في بلده، من أمثلة على ذلك التعليم الجيد، الرعاية الصحية، العيش في بيئة سليمة، المشاركة في الحياة السياسية، وحق الترشح والانتخابات. من هنا يتبين لنا أن الحقوق نوعان، الحقوق الطبيعية والحقوق المدنية. والطبيعية مثل عزيز الطالب الحق في الحياة والحرية والحق في الرعاية، والحقوق المدنية كما قلنا الحقوق التي كفلها القانون للفرد وتتوقف على عضويته في المجتمع، مثل حق الترشح والانتخاب. أما الواجبات هي الأفعال المطلوبة من الفرد اتجاه المجتمع والوطن التي تفرضها قواعد مقبولة، وهي أيضا كل ما يجب على المواطن عمله لصالح الفرد والمجتمع، وكل ما من شأنه أن يحقق كرامة الإنسان ومصالحه وأمنه. أما أنواع الواجبات عزيزي الطالب فهي واجبات قانونية، اجتماعية، أيضا سياسية، خلقية، وواجبات عائلية. إذا عزيزي الطالب، بعد معرفتنا لمفهوم الحقوق والواجبات،
ما دورك عزيزي في الحد من السلوكات غير الرغوبة التي تلاحظها في مدرستك ومجتمعك المحلي؟ شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.